ناتي الآن أبنائي إلى حل هذا التمرين. قال A و B و N أعداد طبيعية غير معدومة، حيث أعطي لنا A لاحظوا يساوي لنا 11 N زائد 3 و B أعطي لنا يساوي لنا 13 N ناقص 1. قال بين أن كل قاسم مشترك للعددين نقطة نقطة للعددين A و B يقسم 50. إذا نكتب هنا أولا البرهان أن ماذا؟ أن D هذا أو نقول هكذا كل قاسم مشترك للعددين A و B هكذا قاسم لمن؟ لخمسون. لاحظوا جيدا، إذا قلنا هذا العدد سميناه D، فماذا نقول يا أبنائي؟ ركزوا، نقول دي قاسم لمن؟ قاسم لأ، أي ماذا؟ أي أن يصبح هكذا دي قاسم لإحداشر هكذا أن زائد ثلاثة. لاحظوا نقطة نقطة، وكذلك يكون دي قاسم لمن؟ لبي، يصبح لنا أن دي قاسم لمن؟ لثلاثة عشر أن ناقص واحد. لم أفعل شيء حتى الآن، لكن نستعمل تلك الخاصية التي درسناها الأخيرة اللي هي الخاصية الرابعة. قال إذا كان A يقسم العددين A B و C فإنه من أجل كل عددين صحيحين ليس طبيعيين M و N فإن A يقسم هذا العدد اللي هو M B زائد N C. يقول أحدكم ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن يمكننا أن نقوم بضرب هذا في ماذا؟ نضربه يا أبنائي في العدد 13، ركزوا جيدا، ونضرب هذا العدد في ماذا؟ نضربه في ناقص 11. يقول أحدكم لماذا؟ حتى يا أبنائي نتخلص من الكل من الآن ويبقى لنا إلا العدد 50، حتى تلاحظوا ذلك نقطة نقطة، حيث ها هو إذا سمينا هذا هو الآن وهذا هو الآن من خلال هذه المبرهنة لاحظوا أو الخاصية. لاحظوا نقطة نقطة، الآن ما رأيكم أبنائي لو نقوم بعملية الجمع مثل ما هو وارد هنا N B زائد N C؟ إذن هنا ماذا يحدث؟ يصبح لنا هكذا، يصبح لنا D يقسم ماذا؟ يقسم لنا 13 في ماذا؟ في 11 N زائد 3 ناقص أو زائد في ناقص 11، ها هي ناقص 11 في ماذا؟ تضرب في 13 آن ناقص 1. لم أفعل شيء، ولا تنسوا أن هنا ها هو ناقص، فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا الشيء، ينتج لنا أن دي يصبح قاسم لمن؟ ل 13 في 11 آن، أنا أقوم بعملية نشر هكذا ثم ننشر هذا في هذا، زائد ماذا؟ زائد 13 في 3 تصبح لنا 39، ثم عندنا هذا في هذا تصبح لنا ناقص 11 في 13 أن، ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد 11، فيذهب هذا مع هذا مباشرة لأنهما متعاكستان، متعاكسان يصبح دي ماذا؟ قاسم لن، اجمعوا هذا مع هذا يا أبنائي يصبح قاسم للعدد 50. بهذه البساطة المطلقة ها قد أنهينا، يعني من هو المسؤول الذي علمنا كيف ذلك؟ هو هذه الخاصية. بهذه البساطة المطلقة نقول ومنه ماذا؟ ومنه دي يقسم ماذا؟ يقسم 50، حيث دي هذا، حيث دي قاسم لمن؟ لأ، ودي هذا قاسم لبي، وكان يمكن أن نسميه عددا آخر سي أو ما أشبه ذلك فقط.